الرحيم. نبتدي يا شباب مع بعض المحاضرة رقم 2. وهي تعتبر استكمال للي احنا بدأناه الأسبوع اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت، اللي هي خصائص القطاع أو البروبرتي أوف سيكشن. أول حاجة كده نعمل أو نتكلم على اللي احنا قلناه أو ريفيجن كده على اللي قلناه الأسبوع اللي فات. فلو احنا فاكرين مع بعض ان احنا الاسبوع اللي فات خدنا حاجتين بس مش اكتر منهم. عرفنا ازاي نحسب السنترويد اوف سيكشن، وتاني حاجة عرفنا نحسب حاجة اسمها الفيرست مومنت اوف اريا. واللي انتوا لاحظتوه الاسبوع اللي فات ان عشان اجيب السنترويد بتاع اي قطاع لازم اعرف الاول احسب الفيرست مومنت اوف اريا، يعني الخطوتين دول مربوطين ببعض. يكاد يكون ان انا عشان اجيب السنترويد بأي بتاع اي قطاع او السي جي بتاع اي سيكشن، فانا لازم اعرف ازاي احسب الفيرست مومنت اوف اريا. ده اللي حاجتين اللي احنا قلناهم الاسبوع اللي فات. وخدنا القطاعات المختلفه وخدنا في السكاشن كل حاجة، كل القطاعات تقريبا، ازاي نعرف نجيب السي جي بتاعها وازاي نحسب لها ازاي نجيب لها السنترويد بتاعها، ازاي نجيب السي جي بتاع اي قطاعات موجودة عندي. لان انا زي ما قلت لكم ان القطاع اللي هيجي لك مستطيل ولا دايرة ولا مربع ولا مثلث، لا ده ممكن يجي لك اي شكل عندك انت ممكن تتخيل. النهاردة بقى يا شباب والمهم جدا جدا جدا، هنعرف ازاي نحسب السكند مومنت اوف اريا او بيسموه الانيرشيا اوف سيكشن. وخلي بالكوا بقى ان التالتة دي اهم حاجة في القطاع عندي، دي اهم حاجة حضرتك هتقابلها وحضرتك هتدرسها في القطاع، اللي هي السكند مومنت اوف اريا او الانيرشيا بتاعة القطاع. دي اهم حاجة عندي في القطاع، لان تقريبا ان هي دي بيسموها مقاومة القطاع لحدوث انحناء او هبوط نتيجة الاحمال. يعني السكند مومنت اوف اريا ده هو اللي عن طريقه القطاع بتاعنا، هو اللي عن طريقه القطاع بتاعنا بيقاوم الانحناء او حدوث اي هبوط نتيجة الاحمال اللي عندنا عليه. اتفقنا يا شباب؟ يبقى السكند مومنت اوف اريا اللي هنحكي فيه النهاردة، اللي هنقعد نحكي فيه كتير النهاردة، هو يعتبر اهم، وده بيترمز له بالرمز اي. يعني احنا قلنا السي جي اهو، الفيرست مومنت هو عبارة عن الاس اكس والاس واي، الفورست مومنت او السكند مومنت اوف اريا هي الاي اكس والاي واي، اللي هي الانيرشيا اوف سيكشن، اللي هي مقاومه القطاع لحدوث انحناء او هبوط فيه. تعالوا مع بعض بقى نعيش مع بعض ونشوف ازاي هنقدر ندرس ونحسب الانيرشيا بتاعه القطاع. ماشي يا شباب؟ تعالوا كده قبل ما اخش، يبقى ده تاني جزء في المحاضرة، how to calculate ال IX وال IY. ازاي الاول كده في الاول في البداية بتاعتنا ازاي نعرف نحسب ال IX وال IY، والقانون او الاثبات او الكلام ده كله مش مطلوب منك نهائي. احنا نقعد نرغي فيه شوية كده مع بعض 5 دقايق، لكن في الاول وفي الاخر هي شويه قوانين حضرتك هتحفظهم، حضرتك هتفهمهم وتحفظهم. والمفروض بيني وبينكم ان المفروض بعد كده لما حضرتك هتبقى مهندس، فالمفروض ان الحاجات دي كلها بتبقى كود، يعني الكلام ده كله بيبقى مع حضرتك في الكود، حضرتك مش بتبقى مطالب ان حضرتك تبقى حافظ الكلام ده كله. تعالوا مع بعض يا شباب بس نشوف مع بعض هو يعني ايه اي اكس واي واي. بيقول لك يا شباب، فاكرين لما كان عندي اريا كده، الاريا دي كده، ادي البي وادي الاتش،
لما كنت بحسب حوالين محور وليكن اكس، خلي بالك انا اتكلم عس عن الاس اكس. الاس اكس هي عباره عن ايه؟ فاكرين قلت لك هي عباره عن عزم المساحه حوالين المحور. عشان كده رحت قايل لك ايه، هي عباره عن لو خدنا المسافه ده دي السنترويد، لو خدنا المسافه دي وليكن المسافه دي واي، فهي عباره عن الاريا مضروبه في الواي. صح؟ اه صح. يبقى الاس اكس هي عباره عن الاريا مضروبه في الواي. السكند مومنت اوف اريا او الاي اكس هي عباره عن الاس اكس مضروبه في الواي، يعني عباره عن عزم الفيرست مومنت اوف اريا حوالين المحور، يعني هي عباره عن الاس اكس مضروبه في الواي. اس اكس مضروبه في الواي. طب ما هي الاس اكس هي عباره عن ايه؟ ما الاس اكس هي عباره عن الاريا مضروبه في الواي، يبقى هنضربها في واي كمان، يبقى الاي اكس هي عباره عن الاريا في الواي سكوير. هي عباره عن الاريا في الواي سكوير. طيب انا لو عايز احسبها قانون بقى، لو عايز احسبها كقانون الحته دي، فبيقول لي هي حته تفاضل كده وحته، يعني حته رياضه. فبيقول لي انت لو عندك قطاع كده مثلا اهو، العرض بتاعه بي والارتفاع بتاعه هو عباره عن، نسميه ايه بقى؟ هنسميه وليكن اتش، وادي السنترويد بتاعنا او ادي محور الاكس وادي محور الواي. ماشي. فانا لو خدت اريا صغيره كده، تعالوا كده نفترض اريا صغيره هنا، نفترض مع بعض اريا صغيره هنا كده اهي. ماشي. العرض بتاعها هو قيمه الدلتا واي، خلي بالك من الحته دي. ماشي. والواي هنا ممتده من هنا لهنا، يبقى هنا الواي هنا بتساوي ناقص اتش على 2، يعني الواي دي متغيره من اتش على 2 لناقص اتش على 2. صح الكلام؟ اه صح الكلام. ناقص اتش على 2 تحت الايه؟ المحور. فانا لو بحسب الاي اكس، فهي الاي اكس بتاعت المساحه الحمراء دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاريا في مربع المسافه، بص خلي بالكم، من السنترويد بتاعت الاريا دي. صح؟ صح؟ من السنترويد بتاعت الاريا دي، يبقى هي من هنا لغايه هنا المسافه دي. صح ولا غلط؟ صح. جميل. يبقى هنعتبر ان الاي اكس هي عباره عن الاريا مضروبه في مربع المسافه. من اللي فين؟ مربع المسافه من هنا لغايه محور الاكس، يعني هنسميها وليكن الواي سكوير. طب خلي بالك الاريا دي متغيره على القطاع كله، فبيقول لك عباره عن تفاضل الكلام ده. طب هي الواي منين لفين؟ يعني الواي دي منين لفين؟ قال لك من ناقص اتش على 2 لغايه اتش على 2، طبعا في الدلتا واي. جميل جميل، حلو قوي. سوري. يبقى هي عباره عن الاريا مضروبه في الواي سكوير. طب تعالوا كده نفسر الحته دي شويه. يبقى انا هنا الاريا اللي متغيره فهنسميها دلتا واي، يبقى هتساوي تفاضل او ناقص اتش على 2 لاتش على 2. هي الدلتا اريا او الاريا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن البي مضروبه في الدلتا واي، البي في الدلتا واي. ما هي دي الاريا مضروبه في مربع المسافه. صح ولا غلط؟ صح. طب ما البي ثابت، البي عرض القطاع ثابت، صح؟ يبقى هتساوي التفاضل من ناقص اتش على 2 لاتش على 2. خلي بالك البي دي تعتبر ثابت فممكن تطلع بره، واي سكوير دلتا واي. حد يقول لي تساوي كام دي؟ يبقى هتساوي دي هتبقى واي تكعيب
على 3 من اللي فين بقى؟ من ناقص اتش على 2 لاتش على 2، وخلي بالك البي ثابت صح؟ طب تعالى كده نفك دي ونعوض هنا، يبقى هتساوي بي في عوض عن الواي باتش تكعيب على 2، يبقى تقريبا هتبقى هي بي اتش على 2 تكعيب على 3 صح ولا غلط؟ ناقص اتش تكعيب ناقص اتش على 2 اهي تكعيب برضو على 3 صح الكلام؟ صح كده، حته تفاضل صغننه كده في بتاعه رياضه. لما تحسب الكلام ده كلها هتطلع في الاخر بي اتش تكعيب على ال 12، يبقى الاي اكس بتاعه قطاع بالمنظر ده هو عباره عن بي في اتش تكعيب على ال 12. بي موازي المحور الاكس، يبقى البي في العمودي تكعيب اتش تكعيب على ال 12. طب ايه الاثبات ده؟ هو الاثبات ده عليا ولا مطلوب منك اي حاجه في الاثبات ده كله؟ يبقى حته 2 في المحاضره بتاعه النهارده هاو تو كالكوليت الاي اكس والاي واي، الحته دي او اثبات القانون عشان توصل للبي اتش تكعيب على ال 12 مش مطلوبه منك. امال ايه اللي مطلوب مني؟ اللي مطلوب من حضرتك انك تبقى عارف، المطلوب بقى منك ان حضرتك تبقى عارف قيم الاي اكس والاي واي بتاعه القطاعات المختلفه. هو في قطاعات حضرتك هتبقى الاي اكس والاي واي محفوظه على طول بمجرد ما تشوفها. يبقى تالت حاجه في المحاضره النهارده بيقول لي سبيشال كيسز فور اي اكس واي واي، اللي هم عباره عن ايه بقى؟ افتح بقى هنا اول قطاع حضرتك بمجرد النظر هتبقى عارفه القطاع المستطيل اللي لسه كنا بنحكي فيه، العرض بتاعه بي والارتفاع بتاعه اتش، وادي السنترويد بتاعه اهو، ادي محور الاكس وادي محور الواي، فهنا الاي اكس بتاعته بكام؟ احنا لسه قايلينها موازي المحور الاكس، يبقى البي في العمودي تكعيب على ال 12. طب حد يقول لي الاي واي؟ فاكر لما قلت لك موازي في عمودي تكعيب؟ طب فين الموازي بتاع محور الواي؟ هو الاتش، يبقى اتش في بي تكعيب على ال 12. يبقى خلي بالكم القطاع المستطيل من اول القطاعات اللي حضرتك لازم تبقى حافظ القيم بتاعته. طب تاني قطاع القطاع المثلث، واتفقنا ان ادي محور الاكس هنا وادي محور الواي هنا، لو ده اتش فاكرين فدي عباره عن كام؟ في حد فاكر مني؟ هيقولها دلوقتي الناس اتش على 3، هنسمي العرض كله بي والارتفاع اتش، فبيقول لي ان الاي اكس عباره عن برضو الموازي لمحور الاكس، فبيقول لي ان الاي اكس هو عباره عن البي في الاتش تكعيب على 36 حلو، والاي واي الموازي المحور الواي يبقى اتش في بي تكعيب على 48، قيم كلها محفوظه. الحاجات دي كلها المفروض حضرتك هتحفظ القيم دي. طيب خلي بالك في سبيشال كيسز من المثلث هنقولها دلوقتي. طب القطاع اللي بعد كده الدايره، انا عندي الدايره اهي، ادي محور الاكس وادي محور الواي، واتفقنا ادي القطر كله اللي هو الدايمتر، فبيقول لك ان الاي اكس بيساوي الاي واي بيساوي باي في دي اس 4 على 64. خلي بالكم مهم جدا التلات اشكال دول نبقى حافظين الاي اكس والاي واي بتاعتهم. ما ينفعش مهندس مدني ما يبقاش عارف ان المستطيل الاي اكس بتاعته البي في اتش تكعيب على ال 12،
وان الاي واي بتاعته اتش في بيتا كعيب على ال 12. المثلث ما ينفعش يبقى ما يعرفش ان الاي اكس هو عباره عن البي في اتش تكعيب على 36، وان الاي واي بتاعته عباره عن الاتش في بي تكعيب على 48. ما ينفعش تبقى عندك الدايره وما تعرفش ان الاي اكس بيساوي اي واي بيساوي باي في دي اس 4 على 64. طيب ما ايه اللي عندك ممكن سبيشال كيسز من الحالات دي بقى؟ سبيشال كيسز الصغيره. طيب انا كان عندي المثلث متساوي الساقين، طب نعتبر ان المثلث اللي عندك كان قائم الزاويه، المثلث اللي عندك كان جايب المنظر ده، واكتبوها كده على جنب، خلي بالكم انا عايزكم تطلعوا الحاجات دي كلها نوتس في الجنب. لو عندي مثلث كده ادي العرض بتاعه بي وادي الارتفاع بتاعه اتش، حد يقول لي السنترويد هنا فين؟ انا سامعكم وانتوا بتردوا عليا. السنترويد هنا اهو، ادي محور الاكس اهو وادي محور الواي، مش في النص طبعا، انا الواي اهي، بحيث ايه؟ بحيث ان دي اتش على 3 ودي عباره عن بي على 3. بيقول لي هنا ان الاي اكس هتساوي، الاي اكس تساوي ايه؟ الله، طب ما انت لسه قايلها. لا انا قلت لك في المثلث المتساوي الساقين بي في اتش تكعيب على 36، صح؟ طيب هنا قال لي برضو ان الاي اكس هي عباره عن بي في اتش تكعيب على 36، والاي واي بتاعتي هي عباره عن كام؟ هي عباره عن الاتش في بي تكعيب على 36 برضو. يبقى المثلث القائم، تقول لي طب اشمعنى الاي اكس هي نفس الاي اكس اللي فاتت؟ ما هناك كانت البي هنا العرض عرضين، لان كان المثلث متساوي الساقين، فكنت بقول بي في اتش تكعيب على ال 12، لكن هنا انا البي نصصت فبقول ان البي في اتش تكعيب على 36 والاي واي اتش في بي تكعيب على 36. يبقى ده حاله المثلث لو كان بالمنظر ده. طب الحاله الخاصه من الدايره ما بنلجألهاش كتير، لكن ممكن تشوفها لو كان عند حضرتك نص دايره، لو كان عند حضرتك نص دايره، يعني لو كان عندي كده بالمنظر ده كده، لو كان عندي نص دايره، لا سيبكم مش لازم نرسم المحاور دلوقتي اهي، لو كان عندي نص دايره كده بحيث ادي محور الاكس وادي محور الواي، طبعا ده الريديوس بقى او هنسميه الدي على 2. طيب هنا الاي اكس بتساوي كام والاي واي هنا بتساوي كام؟ بيقول لي هنا ان الاي اكس، اظن الاي اكس هو عباره عن نص دايره، فهي عباره عن باي في دي اس 4 على 64 على 2. اه صح كده، يعني باي في دي اس 4 على 128، لان 2 في 64 ب 128. طب الاي واي ده ما ينفعش تقول ان الاي واي هو نص القيمه دي، لا، فبيقول لي ان الاي واي هي عباره عن بوينت 11 ار اس 4، واشتغل وير ان الار بتساوي دي على 2 عشان ما نتلخبطش. الار هنا بتساوي دي على 2. عايز تحط القانون كله بالدي يبقى حط القانون كله بالدي، ما عنديش مشاكل. بس هنا الاي اكس بيساوي باي في دي اس 4 على 128، اما الاي واي في بوينت 11 في الار اس 4. طيب لو كان عندي بدل نص الدايره ربع دايره، يعني بدل ما كان عندي نص دايره بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، لا بقى عندي ربع دايره. يعني ايه ربع دايره؟ يعني عندي حاجه بالمنظر ده كده، بحيث فين بقى محور الاكس وفين محور الواي؟ هنا ادي محور الاكس اهو
ونراجع المحاضره اللي فاتت اماكن الاكس والواي مش مجالنا، فبيقول لي هنا لا، هنا بقى الاي اكس بيساوي الاي واي بيساوي 0.055 من الار 4، لانها تعتبر نص الدايره اللي كانت قبلها. ده كانت الاولانيه 0.11 من الار 4، هنا بقى 0.055 من الار. خلي بالكم يا شباب القيم دي، والله انت لما حضرتك هتبقى مهندس هيبقى معاك كتاب فيها الكلام ده كله، يعني حضرتك مش هتبقى مطالب غير مطالب بان حضرتك تحفظ القوانين دي كلها. بس انت كطالب لما تحفظ لي مستطيل ومثلث ودايره الموضوع سهل قوي. عايز حضرتك تقعد النهارده تخبي كده وتقول لي ان المستطيل بي اتش تكعيبه على 12 واتش بي تكعيبه على 12، مثلث بي في اتش تكعيبه على 36 وفي بي في اتش تكعيبه على 48. طب لو كان مثلث قائم يبقى الاثنين زي بعض، بس خلي بالك هنا بي في اتش تكعيبه على 36، هنا اتش في بي تكعيبه على 36. طب الدايره باي في دي اس 4 على 64. طب لو كانت نص دايره، لا هنا انا اختلف، هيبقى واحد على 128 دي الاي اكس. اما كانت الاي واي، اما كانت الاي واي كانت عباره عن ايه بقى؟ 0.11 في ار اس 4. طب لو كان ربع دايره، الاثنين بيساوي بعض بيساوي 0.055 في ار اس 4. يبقى حضرتك لو قعدت تحفظ لي القوانين دي بس في الاي اكس والاي واي، سيبك من الاثبات اللي فات ولا كانك بصيته وامسحه من المحاضره كلها، ولا يهمني انا، اللي يهمني قيم الثلاثه دول. الحته اللي جايه بقى الرابعه في المحاضره. طيب نفترض ان حضرتك السنترويد بتاعك ما كانش في النص زي ما انت شفت كده، او حضرتك عايز تجيب الانيرشيا حوالين محور اخر وليس محور السنترويد بتاع الشكل. لان حضرتك هقولها لك ليه، لان حضرتك لما كنا بناخد اشكال وليكن شكل مثلا زي ده، فاحنا بنقول محور الاكس هنا ومحور الواي مثلا وليكن هنا. طب انا لو بجيب الانيرشيا بتاعت الجزء ده كده، لو حضرتك بتجيب الانيرشيا بتاعت الجزء ده كده اهو اللي انا ظللته ده حوالين الاكس سي اللي هو السنترويد بقى بتاع الشكل كله، هو عباره عن ايه؟ هتقول لي طب ما هو انا عارف هنا ده حوالين السنترويد بتاعه، لكن ما اعرفش حوالين المحور ده. هنا بقى جت لي القانون الجديد او الحته الجديده، نمسح الحته دي. بيقول لي مستني دي رابع حاجه، كانت رابع حاجه في المحاضره. رابع حاجه بقى ازاي احسب الاي اكس والواي واي about any axis. يعني مثلا زي ما قلت لك حضرتك دلوقتي، انا عندي مستطيل اهو وعندي محور الاكس وادي محور الواي، عايز اجيب الانيرشيا بتاع القطاع ده، القطاع اللي هو عرضه بي والارتفاع بتاعه اتش حوالين محور الاكس وحوالين محور الواي، نجيبها ازاي دي؟ هقول لك. بيقول لي هو انت عارف الانيرشيا حوالين انهي محاور؟ بتقول لي انا عارف حوالين محور الاكس وحوالين محور الواي، خلي ده اكس 1 وده واي 1، انا عارف اجيبهم حوالين المحاور بتاعتهم اللي هي بتساوي ايه يعني؟ تقول لي ان الاي اكس بيساوي بي في اتش تكعيب على 12، والاي واي عباره عن بي او اتش في بي تكعيب على ال 12. قال لك ما دام حضرتك بتحسب حوالين محور اخر حوالين محور اخر غير السنترويد، فبنزود مع بعض حته صغيره اللي هي عباره عن ايه؟ زائد الاريا بتاعت القطاع مضروبه في مربع المسافه من المحور ده لغايه المحور الاكس اللي انت عايز تحسب عنده. يعني هنسمي المسافه دي وليكن تي، يبقى الاريا في مربع المسافه في تي سكوير. وطبعا الكلام ده له اثباتات، الكلام ده له اثباتات بس من انت مش مطالب بيها. طيب هنا زائد نفس الكلام اريا في مربع المسافه من المحور بتاع الواي لغايه المحور ده، يعني المسافه من اللي فين؟ يعني المسافه من هنا
لغاية هنا هنسميها E ولا يبقى E سكوير. عايز تسمي دي بقى مسافة Y يبقى في area of Y سكوير ماشي. عايز تسمي دي X فبتقولي في area of X سكوير ماشي. اللي حضرتك عايزه اعمله. لكن انا عن نفسي بسمي المسميات. T هي المسافة من محور X المحور X اللي انت هتحسب عنده. مسافة الـ E هي مسافة من الـ Y بتاعت السنترويد بتاعت الشكل للمحور Y اللي حضرتك عايز تحسب عنده. يبقى لو عايز حضرتك تحسب IX و IY حوالين أي قطاع آخر أو أي محور آخر غير السنترويد بتاع الشكل هتزود الترم الصغير ده Area في مربع المسافة. Area في مربع المسافة. ماشي. تعالوا بقى ناخد اكزامبل بقى. خلاص انا كده خلصت. خلي بالك وتقريبا اللي جاي بعد كده كله سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. تعالوا مع بعض نشوف. هنشوف امثله ونشوف هنحسب ازاي. تعالوا كده اكزامبل واحد. يبقى دي خامس حاجه في المحاضره بقى. اكزامبل. واول اكزامبل معايا ماشي. واول اكزامبل معايا ماشي. تعالوا تقريبا وقعت نقربها شويه عشان اكزامبل مع بعض هندرسه. لو عندي المثال بالشكل ده عندي مستطيل كده وجوه منه حته مفرغه كده اهي ومديني الابعاد اهي والابعاد هنا اهي مديك الابعاد 3 6 3 3 6 3 والابعاد دي 2 4 2 2 4 2. كل الريكوير عندي اول حاجه فين السنترويد بتاعي، تاني حاجه احسب لي الاي اكس والاي واي. طيب اول حاجه السنترويد بتاع الشكل ده تفتكروا فين؟ انا سامع الحته دي مفرغه من الحته الكبيره دي. فين الاي؟ محتاج بقى افرض محاور في تحت وجنب عشان اقدر احسب السنترويد بتاعنا فين؟ لا خالص. امال فين السنترويد بتاعنا هنا؟ تقول لي السنترويد بتاعنا اهو. ادي محور الاكس وادي محور الواي. في النص لان الشكل ده متماثل حوالين محور الاكس ومتماثل حوالين محور الواي. طيب يبقى السنترويد كده بمجرد النظر جه. طيب عايز احسب الاي اكس. الاي اكس هو عباره عن ايه؟ بي في اتش تكعيب على ال 12 زائد الاريا في مربع المسافه. طيب والاي واي هو عباره عن الاتش في بي تكعيب على ال 12 زائد الاريا في مربع المسافه. خلي بالك انت في القطاع ده هتعرف تحسبه على طول، لكن انا عايز اعلمك حته صغيره معلش عشان هتساعدك بعد كده. نعمل جدول صغير. ايه الجدول الصغير ده؟ اهو هتقول لي انا عندي هنا كام قطاع او كام سكشن؟ انا عندي حضرتك سكشنين، ادي واحد وادي سكشن اتنين. هتحط لي في اول خانه البي، هتحط لي في تاني خانه الاتش، هتحط لي في ثالث خانه الاريا، هتحط لي في رابع خانه المسافه تي، في اخر خانه الاي.
يا صراط النبي، جدول هتعمله في كل مسألة عشان ما تلخبطش نفسك. هنسمي القطاع اللي بره هو قطاع رقم 1، والقطاع اللي جوه هو قطاع رقم 2. يبقى خلي بال حضرتك، اللي بره عباره عن ايه بقى؟ هنعتبر ده كله قطاع ونطرح منه للصغير. يبقى الاولاني، القطاع الاولاني 3 و6 9 و3 12، يبقى البي ب 12 والاتش 2 و2 4 8. جميل. طب القطاع الثاني الصغير اللي جوه، العرض بتاعه 6 والارتفاع بتاعه 4. هنا الاريا بكام؟ 8 في 12 ب 96، هنا 4 ب 24. طيب التي، التي من غير ما حضرتك تبدا تحسبها الاول، عايز اطلب من حضرتك حاجه تقول لي المسمى بتاعها. التي هو البعد بين السي جي بتاع الشكل عن محور الاكس اللي بتحسب عنده. ايه ده بقى؟ خلي بالك هكتبها لك تحت هنا اهي عشان والنبي حضرتك تحفظها لي. التي هي المسافه بين السي جي بتاع الشكل عن محور اكس اللي بنحسب حواليه. وبالتالي الاي هي نفس الكلام، المسافه بين السي جي بتاع الشكل عن محور الوار اللي بنحسب حواليه. طيب بعد اذنك، فين السي جي بتاع الشكل رقم 1؟ هو اهو. وفين المحور اللي احنا بنحسب حواليه؟ هو اهو. يعني الاثنين واحد، يبقى المسافه دي هي عباره عن صفر. طب وال هنا المسافه ما بين المحور الواي بتاع الشكل عن محور الواي اللي بنحسب هو هو، يبقى صفر، وهكذا بتاع الشكل التاني. يبقى في المساله دي انطبقت المحاور بتاعه السنترويد بتاع كل شكل على السي جي بتاع او محاور الاكس والواي بتاعه الشكل كله، وبالتالي ما كانش في مسافه ما بين المحورين. وبالتالي هنا الاي اكس بقى عباره عن ايه في الشكل ده؟ الاي اكس هي عباره عن الاي اكس بتاعه الشكل الاولاني ناقص الاي اكس بتاعه الشكل الثاني. ما احنا بنطرح ده من ده، يبقى هتساوي البي عندي ب 12 في 8 تكعيب على ال 12 زائد الاريا في التي سكوير، ما هو مفيش، يبقى ناقص البي في اتش تكعيب بتاعه الشكل الثاني، يبقى عباره عن 6 في 4 تكعيب على ال 12 برضو زائد الاريا، ما هو مفيش مسافه. لما حضرتك تحسبها، لما حضرتك هتحسبها هتلاقي ان ال هتحسبها تطلع 480 سنتيمتر اس 4 لو الابعاد دي بالسنتيمتر. طب والاي واي هتساوي الاتش في البي، يبقى اتش يبقى 8 في 12 تك 12، خلي بالك تكعيب على ال 12، 8 في 12 تكعيب على ال 12 ناقص 4 في 6 تكعيب على 12. لما حضرتك تحسبها هتطلع 1080 سنتيمتر اس 4. ماشي يا شباب؟ يبقى هنا بالصدفة البحتة انطبقت محاور السنترويد بتاعت كل شكل عن السي جي بتاع الشكل كله، انطبقوا الاثنين على بعض، وبالتالي لا كان في مسافة دي ولا مسافة ايه. خلي بالكم هعيدها تاني، المسافتين دول في السكشن ممكن باشمهندس احمد باشمهندس ريهام تقول لكم ان التي والاي هي عباره عن اكس وواي، ماشي المسمى ماليش دعوه بيه، المشكله ان حضرتك تبقى فاهم ان التي هي المسافه من محور السي جي بتاع الشكل عن محور الاكس اللي بتحسب عنه، اما الاي هي السي جي بتاع الشكل عن محور الواي اللي حضرتك بتحسب عنه. جميل. طيب
طيب تعالوا ناخد مثال تاني ونرخم على بعض. ودخلت على طول بقى في الايه؟ في الرخامة. يعني المثال التاني ده مسار رخم، رخم زي ما بقول لك كده. تعالوا هو تقريبا هنقفل بيه، بس هناخد شوية قوانين تانية. تعالوا ناخد مثال رقم 2، وبعد اذنكم كل واحد يحضر ورق او قلم وينقل المسألة، وينقل المسألة ونطبق فيها الكلام. مدي لحضرتك شكل بالمنظر ده اهو. اديت لحضرتك شكل بالمنظر ده، مدي لحضرتك الابعاد اهي، دي 3 6 والابعاد دي 3 3 3. قلت لحضرتك انا عايز حضرتك تحسب لي سنترويد والاي اكس والاي واي. على فكره انا حتى لو قلت لحضرتك انا عايز الاي اكس والاي واي بتاع القطاع ده من غير ما اطلب من حضرتك السنترويد، فهو عشان تحسب الاي اكس والاي واي فحضرتك لازم تحسب السنترويد بتاع السكشن ده، يعني من غير اصلا حضرتك ما تفكر فحضرتك مطالب بانك تحسب الاي اكس والاي واي بتاع قطاع بالمنظر ده. ماشي، نعمل ايه بقى؟ هقول اول حاجه يا شباب، هل السنترويد بتاع الشكل ده حضرتك تعرف تحسبه بمجرد النظر؟ تقول لي لا. تقول لي بس محور الاكس اكيد جاي فين؟ في النص. لكن فين محور الواي؟ معرفش. هنضطر نعمل ايه؟ هنضطر نفرض محور هنا ونسميه كده محور الواي، وليكن بقى واي واحد او الواي عشان نشوف محور الواي فين، صح؟ طيب القطاع ده حضرتك هتقسمه كام حته؟ تقول لي القطاع ده هيتقسم لثلاث حتت اللي هما بص كده اهو، ادي الجزء رقم واحد الاريا واحد اللي هو الاريا دي كلها. طب التانية فين؟ التانية اهي، اريا 2 اهي. طب فين 3 اهي؟ يبقى اريا 1 اريا 2 اريا 3. خلي بالك ان اريا 3 مقطوعة من الاريا 1. ماشي، حلو. حضرتك دلوقتي بتدور على السنترويد، واتفقنا ان محور الاكس عندي، يبقى حضرتك مش مطالب، حضرتك مطالب بحساب مسافة الاكس. طيب القطاع ده هنعمل جدول صغنن كده ظريف زي اللي كنا بنعمله. ادي السكشن، ادي الاولاني، وادي التاني، وادي التالت. فاكرين ده اللي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت؟ ماشي، يا ترى هنا البي، يا ترى هنا الاتش، يا ترى هنا الاريا. فاكرين المره اللي فاتت كنت بحط مسافه اكس ومسافه واي؟ هفكرك بس بحاجه واحده، المسافه اكس هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بعد محور الاكس او بعد السي جي. خلينا مع بعض، بعد السي جي بتاع الشكل عن محور واي المفروض، والواي هي بعد السي جي بتاع الشكل عن محور الواي.
اكس المفروض. طب هو حضرتك هنا في المسألة دي بتدور على ايه؟ يعني حضرتك هنا بتدور على مسافة واي واي عشان تجيب اكس الجديد، ولا بتدور على مسافة اكس عشان تجيب واي الجديد؟ لا، ده انا الاكس انا موجودة عندي اصلا، يبقى ما بدورش على واي، ما بدورش على واي، يبقى الواي دي انا مش هجيبها اصلا، لان محور الاكس اللي عندي اصلا موجود خلاص في النص. يبقى انا كل اللي بعمله انا عايز اجيب المسافة اكس عشان اشوف الواي ده هيتحرك قد ايه. خلي بالك واحد مش فاهم الكلام ده، حضرتك المفروض ان السنترويد الجديد هيبقى اني واي في مكان هنا اهو، ليكن هنا اهي، ادي الواي سي جي، ما هو ده الاكس سي جي، يبقى حضرتك بتدور على المسافه دي اللي هي اسمها اكس. يبقى هنا اكس هي عباره عن اريا واحد اكس واحد زائد اريا اتنين اكس اتنين زائد اريا تلاته اكس تلاته، لا الاريا تلاته دي مقطوعه، يبقى ناقص على الاريا توتال. يبقى حضرتك هتساوي، هو الاريا واحد عباره عن ايه؟ البي بتاعتها بكام والاتش بتاعته بكام؟ البي بسته والاتش كلها ستة اتناشر، يبقى الاريا 72. طيب مسافة الاكس اللي هي بقى السي جي بتاع، خلي بالك بقى انا همسح ده عشان بس انا كنت بوضح لك لان انا لسه ما جبتش المحور ده ماشي. طيب السي جي بتاع الشكل ده كان فين؟ السي جي بتاع الشكل ده كله كان هنا في النص بتاع الستة وفي نص ده كله، يبقى بعده على المحور الواي كام؟ يبقى نص الستة تلاتة. طب الشكل التاني اللي هو المثلث يبقى العرض بتاعه كام؟ 3 مثلا، والارتفاع بتاعه كام؟ ادي 12. طيب السي جي بتاعه كام فين؟ السي جي بتاعنا اهو بحيث التلت من هنا، يعني المسافه دي كانت 1 ودي 2، يبقى المسافه من هنا لغايه هنا 1 و6 7، والاريا بتاعتك نص القاعده في الارتفاع، يبقى اعتبر زي ما انت عايز نص القاعده في الارتفاع، يبقى نص ال 12 3 وده 6، يبقى نص 6 في 3 6 في 3 ب 18. طيب الشكل الثالث اللي هي الدايره، فهو دلوقتي انا مسح انا العرض كام بقى؟ هي الدي بتساوي كام؟ الدي هنا بتساوي ادي 3 و3 6، خلي بالك دي دايره، يبقى نص القاعده في باي في دي تربيع على 4، باي على 4 في دي سكوير، لما حضرتك تحسب نصها دي نص دايره، فلما حضرتك تحسب الاريا بتاعت نص الدايره هتلاقي معاك ان نص الدايره مساحتها ناقص 14.14. لما حضرتك تحسبها. طيب مسافه الاكس انا المفروض ادي المحور هنا، فاكرين المسافه دي كانت كام؟ ارجعوا لي كده بعد اذنكم كده، ارجعوا لي في المحاضره اللي فاتت هتلاقي ان المسافه دي اللي هي كانت كام؟ اللي هي كانت كام؟ حد يرجع لي من المحاضره اللي فاتت. ادي معانا المحاضره مش قلنا ان لو كانت نص دايره بالنظر دي فهي المسافه دي 0.424 من الدي، 0.424 من الار او نص القطر من الار، يعني المسافه دي اللي هي المسافه دي اللي هي يعني هتطلع بكام بقى؟ 0.424 في 3، لما حضرتك تحسبها هتطلع بكام؟ لما حضرتك تحسبها هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 1.27. يبقى المسافة هنا 1.27، مسافة من السي جي بتاع الشكل لغاية محور الواي. تعال نطبق في القانون، يبقى الإكس هي هتساوي اريا 1.72 في 3 زائد 18 في 7 ناقص 14.14 في 1.27. الكلام ده على الاريا توتال، اجمع لي الاريا دول كده الثلاثه
او اجمع لي الاولانيه والثانيه واطرح منها الثلاثه، هتطلع معاك ب 75.86. يبقى على 75.86 هيبقى الاله دي بالناقص، الاله دي بالناقص لان ده زائد ده ناقص ده، هتطلع معاك هنا ب 4.27 سنتيمتر. يبقى بعد، يبقى تقريبا فين؟ بعد هنا. يبقى محور الواي الجديد اهو، يبقى ده الواي بتاع السي جي زي ما ده الاكس بتاع السي جي، مسافته من هنا لهنا 4.27. ماشي الكلام؟ يبقى كده جبت السنترال. يبقى خلي بالكوا يا شباب بعد اذنكوا في الاول خالص تعرف انت عايز تحسب مسافه ايه، يا ترى اكس يعني الواي اللي هيتحرك، ولا واي عشان الاكس اللي هيتحرك. ما انت لو الاكس مش عندك يبقى بتدور على واي، لو الواي اللي هيتحرك يبقى بتدور على مسافه اكس. ماشي يا شباب، يبقى كده جبنا الايه السنتر. تعالوا بقى نشوف هنحسب الاي اكس والاي واي ازاي. هنحسب الاي اكس والاي واي ازاي؟ الشكل عندي اهو خلاص، بقى المحور ده نشيله. ادي محور ال، نحط المسافه دي تحت معلش. خلاص بقى انت جبت المسافه دي كام بقى يا باشا بعد اذنك؟ خليكوا كده معايا معلش، اهي دي 4.27. الحته اللي باقيه دي منها دي 6 من 4.27 يبقى 1.37 صح كده؟ صح كده. المسافه دي 3، والمسافه دي اهي اللي هي مسافه السنترويد عن المسافه دي اللي هي 1.27. مش لازم بقى احط القانون، المسافه دي كده مسافه من هنا لهنا 1.27. خلي بالكوا بقى عشان هنعيش شويه مع بعض. تاني خطوه ازاي نحسب الاي اكس والاي واي؟ هعمل جدول تاني او هنقل نفس الجدول اللي فات. ادي السكشن، ادي البي، ادي الاتش، خلي بالكوا ادي الاريا. مش هحسب بقى اكس وواي، لا هحسب مسافه اسمها تي ومسافه اسمها اي، حيث ان التي ده بعد السي جي عن محور ايه؟ اكس. اهي بعد السي جي عن محور اكس المحسوب حواليه، وده بعد السي جي عن محور واي المحسوب حواليه. طب ادي 1 2 3. القطاع الاولاني البي عندي ب6 نفس الكلام، والاتش بتاعتي عندي ب12، الاريا ب72. المسافه دي بعد، خلي بالكم بعد السي جي عن محور الاكس. ادي محور الاكس وادي السي جي بتاع الشكل، في مسافه؟ لا، يبقى المسافه دي ب0. طيب الاي بعد السي جي بتاع الشكل اللي هو هنا عن محور الواي، الاعداد بتحسب حوالي، يبقى المسافه دي. طب المسافه دي اجيبها ازاي؟ دي كلها 4.27، ومن هنا لهنا كام؟ 3، يبقى المسافه دي كام؟ 1.27 صح؟ يبقى المسافه دي 1.27 صح ولا غلط؟ صح. ماشي. طيب لو جينا ناخد الشكل التاني، خلي بالك الجدول ده خلاص كده بيخلص، بنقفل بيه كل حاجه. الشكل التاني البي عندي ب3 والاتش عندي ب12، المساحه عندي كام؟ قلنا نص القاعده في الارتفاع اللي هي ب18. طيب بعد السي جي او بعد السي جي عن محور الاكس اللي هي المسافه تي، بعد عن محور الاكس اللي حضرتك فرض عنده اللي هي المسافه تي، يبقى برضه السي جي هنا يبقى ب0. طب هنا المسافه من هنا لغايه محور الواي انت بتحسب حواليه، يبقى المسافه من هنا لهنا انا عندي دي 1 ومعايا 1 3، يبقى 2 73. ماشي.
طب التالت اللي هي الدايرة، اتفقنا ان الدي بتساوي 6، وخلي بالك دي نص دايرة، عشان كده لما حسبت طلعت بكام؟ فاكرين 14.14، بس خلي بالك دي بالماينس لان احنا بنطرح، بس عشان تبقى فاكر يعني. طيب بعد عن محور الاكس برضه بصفر، طب البعد عن محور الرياضي حالات فرد عنده اهي دي 1.27 صح؟ دي 1.27، انا عندي من اول هنا لغايه هنا 4.27، شيل منهم 1.27 يبقى لها كام؟ باقي كام؟ باقي 3. طيب خلاص كده على فكره الجدول خلص ماشي. تعالوا مع بعض نشوف بقى يا ترى الاي اكس قانونها ايه؟ بيف اتش تكيب على ال 12 زائد الاريا في مربع المسافه في التي سكوير زائد ها الشكل الثاني ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن مثلث. خلي بالك لما كان المثلث كده وكنت بحسب هنا كنت بقول لك ان الاي اكس بيف اتش تكيب على كام؟ على كام؟ على 36، وكنت بقول لك ان الاي واي خلي بالك هي اتش بي تكيب على كام؟ على 48. خلي بالك المثلث اتقلب، فيبقى هنا البيف اتش تكعيب يبقى زائد بيف اتش تكعيب على على كام؟ على 48، على 48 زائد الاريا في مربع المسافه ناقص نص دايره. حد يقول لي نص دايره الاي اكس بتاعها كام؟ هتقول لي باي باي في دي اس 4 على 128 زائد الاريا في مربع المسافه. طبعا دي تي 1 دي تي 2 دي تي 3 يبقى هتساوي الاي اكس هتساوي تعالى نعوض بقى 6 في اتش تكعيب 12 تكعيب على ال 12 زائد الاريا في مربع المسافه 0 تربيع زائد الشكل الثاني بي 3 في 12 تكعيب على 48. ماشي 48 برضه ده بصفر ناقص باي في دي يبقى باي الدي هنا القطر ب 6 اس 4 على 128 برضه هنا يبقى خلاص بقى الترم ده كله بصفر خلاص مش مهم. يبقى الاي اكس عباره عن 6 في 12 تكعيب على 12 زائد 3 في 12 تكعيب على 48 ناقص الباي في 6 اس 4 على 48 على ال 128. الكلام ده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 940 سنتيمتر اس 4. ماشي يبقى كده جبنا حوالين الاكس، يبقى كده جبنا الاي حوالين الاكس. خلي بالك مسافات الاكس التي دي طلعت بصفار لان السجهات بتاعه الاشكال مفيش فرق بينها وبين الاكس، لان احنا قلنا ان التي هي بعد السجه عن محور الاكس محسوب حواليه، اكس اللي احنا بنحسب حواليه مر بالثلاثه سنترويد. طيب تعالى نحسب الاي واي اهي عشان نخلص بقى من الليله دي. الاي واي بيقول لي ان الاي واي عبارة عن بتاع الشكل الاولاني ه يبقى اتش في بي تكعيب على ال 12 اتش في بي تكعيب على ال 12 زائد الاريا في الاي سكوير. خلي بالك كله من الجدول، كل حاجة تجيبها من الجدول مش محتاج انا تحسب، زائد بتاع المستطيل بتاع المثلث يبقى اتش في بي تكعيب على، خلي بالك احنا قلبنا دول لان المثلث اتقلب فبقت ال 48 بتاعه الاي اكس هنا بقت ال 36 بتاعه الاي واي. ماشي زائد اريا في مربع المسافه اي واحد بقى هنا سكوير ناقص اهي بتاعه الدايره، بتاعه الدايره لما يكون نص دايره حوالين محور الواي
محور الواي فاكرين كنا بنقول هي عباره عن ايه؟ كنا بنقول هي عباره عن بوينت 1 فاكرين الاي اكس بتاعتها احنا لسه قايلينها لسه قايلين الكلام ده يبقى هي عباره عن اهي البوينت 1 في ار اس 4 ماشي زائد الاريا في مربع المسافه صح صح نعوض بقى نعوض اتش يبقى 12 في 6 تكعيب على ال 12 زائد اريا 72 في المسافه 127 تربيع ماشي زائد خلي بالكم بس من حته صغيره قوي معلش معلش لما كنت بجيب المسافه ايه مهم عندي قوي ان هنا المحور كان ورا الواي كان ورا الواي بص كده ادي محور كانت ورا يبقى المسافه دي المفروض بالسالب هي مش هتفرق معايا في القانون لان انت بتربع كده كده المسافه مش هتفرق معايا لكن هنا الاي بتاعت 2 بالموجب لانها قدامها والاي 3 بالناقص لكن خلي بالك هتاخد بعد كده الاي اكس واي هي عباره عن الاريا فهنحتاج الاشارات دي دي ليه بالناقص لان حضرتك ادي محور الواي ودي وراها فبالناقص اشمعنى دي بالذات لانها قدامها اشمعنى دي بالناقص لانها وراها ماشي زائد بتاعه المثلث اتش يبقى 12 في 6 تكعيب على ال 12 لا في 3 سوري اتش بي يبقى 3 على ال 12 ماشي زائد الاريا بتاعتك عندك بكام ب 18 في مربع المسافه يبقى 2 7 3 تربيع احسب ناقص بوينت 1 1 ار اس 4 الار عندي بكام ب 3 يبقى في 3 اس 4 زائد الاريا اللي هي 14.14 مش لازم انا بس حاططها عشان تفهم ان دي بتطرح لكن ما فيش اريا بالناقص في مربع المسافه اللي هي الاي يبقى 3 تربيع هتحسبها تطلع معاك 339 سنتيمتر خلي بالكم الشغل كله في الجدول الشغل كله في الجدول اللي انا حاطه لحضرتك ده الشغل كله في الجدول اللي احنا حاطينه ده ماشي يا شباب طيب باقي بس شويه قوانين هقولها باقي شويه قوانين نقولها اللي هي عباره عن يا ترى الاي اكس واي بكام ويا ترى الماكسيموم والمينيمم بكام ويا ترى الاي بولر بكام اللي هي بقيه الخصائص بتاعه القطاع هنشوفها مع بعض بيقول لي احنا خلاص حسبنا السكند مومنت اوف اريا سنترويد فيرست مومنت اوف اريا تالت حاجه سكند مومنت اوف اريا تالت حاجه اسمها الاي بولر هنحتاجها بعد كده مسميات ايه الاي بولر مش مهم هي الاي بولر فهي عباره عن الاي اكس بلس اي واي عشان بس القوانين دي هتبقى بس مطلوبه من حضرتك تبقى عارفها الاي بولر هي عباره عن الاي اكس بلس اي واي يعني حضرتك حسبت الاي اكس والاي واي هتجمعهم على بعض رابع حاجه الاي اكس واي او البرودكت فهي عباره عن الاي اكس واي هي عباره عن الاريا مضروبه في الاي مضروبه في التي وعشان كده قلت لك ان التي والاي هنا لو اشارتهم سالب لازم يتحطوا في الاي اكس واي ماشي الكلام يبقى هنا لما يبقى في ولو في تماثل حوالين اي محور زي المساله اللي احنا خدناها اللي فاتت يعني كانت التي كلها بصفر فالاي اكس واي كله بصفر ماشي اخر حاجه اللي باقي عندي في شابتر 1 اللي هي عباره عن الماكسيموم والمينيمم بقى ازاي اقدر احسب الاي ماكسيموم والاي مينيمم وخلي بالك الماكسيموم والمينيمم خلي بالك انت بتحسب اي اكس واي واي لكن ساعات نقول لك ايه هو فين الماكسيموم وفين المينيمم اللي لو انا حركت السكشن لو قدرت احرك السكشن اوصل للماكسيموم والمينيمم عشان اقدر اقاوم الاحمال دي ممكن نقولها المحاضره الجايه نكتفي
لغايه هنا في المحاضره، لكن الاسبوع الجاي ممكن ابتدي بالحته دي وناخد مور اكزامبلز على الكلام اللي احنا قلناه ده كله. يا رب تكون فهمنا حاجه. الموضوع مش سهل، مش سهل، لكن خلي بالكم الليله كلها في شابت او في الاستراكشر 2 او تحليل الانشاء الثاني هو عباره عن ازاي نقدر نحسب الاي اكس، ازاي نقدر نحسب الاي واي، ازاي نقدر نحسب خصائص القطاع. ده خلي بالك الاي بولر والاي اكس واي والاي ماكسيمم والمينيمم مش مهمين عندي، مش داخلين معايا تقريبا. الكلام كله ازاي اقدر احسب اي اكس وازاي اقدر احسب الاي واي. يا شباب انا كده خلصت محاضرتي، يا رب نكون فهمنا، قدرنا نفهم اي حاجه. معاكم في السكاشن يوم حد ان شاء الله لو حد عنده اي مشكله او اي استفسار.